أولى محطاتنا لليوم مع بطولة الوفاء للفروسية في نسختها 22، والتي عادت هذا العام لتكون على المستوى الدولي، وشارك فيها هذا العام فرسان من إيطاليا، بلغاريا، الأردن، لبنان على مدار 4 أيام متواصلة، والتي استضاف نادي الفروسية بالديماس. لنتعرف أكثر على تفاصيل هالفروسية أو هي الدورة. بصيرنا يكون معنا بالاستوديو الفائز بالمركز الأول الفارس محمد جوبراني، بطل كأس الوفاء للباس العام 2017. يسعد صباحك أول شيء، مبروك. الله يبارك فيكي وصباح الخير لكم، صباح الخير للجمهور. يسعد صباحك. يسعد صباحك وإن شاء الله ألف مبروك. محمد، بالبداية خلينا نتعرف عن البطولة اللي هي يمكن كانت من أيام قليلة، وحضرتك حصلت على المرتب الأول وبجدارة. المباراة هي دورة الوفاء، كانت في نسختها 22 مثل ما ذكرت. دورة الوفاء هي وفاء للباسل الغالية اللي هو أسس الفروسية السورية تبعنا، وضع حجر الأساس فيها وكملت مسيرته الفارسة منال الأسد. الحمد لله هاي السنة رجعت المباراة دولية، هي كانت تقام بعام 2009، كانت على مستوى 4 نجوم يعني مستوى عالمي، فبحكم الأزمة وحكم الظروف توقفت المباراة من نسختها الدولية، صارت تصير مباراة محلية بالفرسان الموجودين بسوريا. ما انقطعت، ضلينا كل سنة نساويها، كان فيها دائما روح المباراة الدولية، كان فيها دائما روح منافسة شريفة بين الفرسان. هالسنة كانت رجعت دولية بنجمة واحدة، شارك معنا دول من برا، إيطاليا وبلغاريا ولبنان والأردن، تفاجأوا بالمستوى الموجود لأنه بلد موجودة بأزمة ورياضتها وحرب، طبعا حرب كتير كبيرة، تفاجأوا بمستوى الرياضة. أكدنا لكل اللي شافونا أنه نحن إرادة الحياة موجودة عنا وفروسيتنا رح تستمر بحكم كل الظروف الموجودة. تنظيمياً كانت المباراة من أحلى المباريات اللي صايرة، بكل شيء كانت سلسة، كانت راقية كافتتاح كختام، بيستمتع الواحد. أنا كفارس فيها شاركت، استمتعت كرياضي كمتفرج، كمان استمتعت بكل التفاصيل الموجودة فيها. محمد، رح نحكي عن هي البطولة أكثر وعن أهميتها هي السنة، لكن خلينا نروح سوا لتقرير لزميلنا سديم عن البطولة ونرجع. اليوم الأخير لبطولة الوفاء للفروسية في نسختها 22، والتي استضافها نادي الفروسية بالديماس، كان مليئا بأحداث تحبس الأنفاس مع اشتداد المنافسة بين فرسان النخبة بالبطولة الكبرى بيكتور، فيما ارتفع التنافس بين المشاركين مع ارتفاع وصعوبة الحواجز في هذه المسابقة التي شهدت مشاركة 12 فارسا، تمكن 5 منهم من اجتياز الشوط الأول من دون أخطاء. الموعد كان مع الشوط الثاني ليحسم المنافسة بين نخبة الفرسان ولتحديد بطل كأس الباسل للعام 2017. الفارس السوري شادي غريب كان أول الواصلين لنهاية الشوط الثاني من دون أخطاء، مكرسا تفوقه في الشوط الأول، قبل أن يلحق به سوري آخر هو الفارس محمد جوبراني مع حصانه كويكي، والذي تمكن من تسجيل الزمن الأسرع، ما زاد الضغط على بطل الجمهورية الفارس أحمد حمشو آخر المتسابقين، وأجبره على ارتكاب الأخطاء في الحواجز الأخيرة، وهو ما كلفه لقب البطولة الذي ذهب للجوبراني عن جدارة واستحقاق. الحمد لله، الله وفقني طلعت المركز الثاني بأغلى دورة ممكن يشارك فيها فارس سوري أو عربي، دورة الوفاء للباسل الغالي. أي فارس يتمنى يرفع كأس الباسل أو أي كأس ضمن هاي البطولة. المنافسة كانت كتير قوية، عمل جولتين بدون أخطاء. بارك لمحمد جوبراني، ربح المركز الأول على فارق الزمن. طبعا كانت المنافسة كتير قوية، وفي فرسان كتير عندهم خبرة كبيرة وبينافسوا مباريات دولية، بس الحمد لله قدرت أحقق المركز الخامس وأنا مبسوطة فيه الحمد لله. مع ختام المسابقة الكبرى لدورة الوفاء للباسل ومع تتويجا سوريا بلقب البطولة، تبقى الفروسية السورية مستمرة دائما مع نخبة مميزة من الفرسان
أثبتوا وجودهم وحملوا على عاتقهم إنجاح هذه الرياضة والذهاب بها بعيداً. فالخير ما طلعت شمس وما غربت، معلق بنواصي الخيل مع قوده. ومثل ما تابعنا بالتقرير لزميلنا سديم القاسم، محمد يعني روح كتير حلوة كانت موجودة، منافسة كتير مهمة ومحبة هي الطاغية يمكن بالبطولة كاملة. خلينا شوية نرجع للكواليس، نحكي عن التدريبات، نحكي عن التفاصيل، يعني نرجع نذكر برغم الظروف نحكي انه عن التفاصيل يلي قدرنا من خلالها انه نحن نوصل لهون وناخد مراتب مهمة. رياضتنا رياضة يعني فيها نسبة حظ أكيد بالنهاية بالمباراة، ولكن تعتمد على تحضير وقت طويل. يعني ما فيني إجي أنا قبل أسبوع من المباراة ولا حضر للمباراة. في مباريات منحضر لها من سنة لسنة، في مباريات بدها شهور قبل المباراة ليتحضر. أنا كنت مع أحصاني عم حاطت برنامج تقريبا من 6 شهور، عم فكر تماما شو بدي أعمل بدورة الوفاء، كيف بدي أركب وكيف بدي جهز أحصاني لإلها. بهالوقت هاد كان في عنا مباريات داخلية للدوري السوري، هنن 10 مباريات بالسنة. مرق من الدوري السوري من بهالبرنامج هذا تقريبا 3 مباريات، وكان في كأس الجمهورية. كان في ضغط نوعاً. في ضغط مباريات، نحن منريح شوي قبل الوفاء لحتى نقدر ناخذ راحتنا يعني بالتدريب، نقدر نجهز خيلنا مثل ما لازم للمباراه. فكانت كاس الجمهوريه من فتره تقريبا 2 شهر. كمان انا ربحت على نفس الحصان، كويكي اسمه حصاني. كانت هي محطه تجهيزيه لدوره الوفاء، لانه انا الحصان جديد صار له عندي بس من شهر 8 الماضي. فلسه ما كنت أخذت الفرصة عليه إني أركبه بشواط سرعة، أركبه بأشواط أقدر أسرع مشان أحط ضغط على باقي الفرسان. هي مغامرة نوعا ما يعني لما تشارك فيها. أكيد يعني هي مع حصان جديد بس، ولكن دائما في أول مرة، يعني دائما في بدي أجرب لحتى أعرف شو بدي أتصرف، كيف بدي أدرب الحصان، كيف أنا بدي أتدرب، لأنه رياضتنا ما بتنتهي. ما فيني أقول أنا هلأ فارس ربحت وأنا بعرف كل شيء، أو أكيد لا، لأنه هي الرياضة يعني لا ما بتنتهي مثل العلم. استمرار الدورة دون توقف. خلينا نحكي عن المنافسة هي السنة، كان في منافسة جدا قوية، عن المفاجآت أكيد. كمان كان أكيد. في هي السنة عن الترتيب اختلفت عن العام الماضي. كل سنة إلى يعني إلى جو إلى جو منافستها لحال. فهالسنة كانت الجولة الأولى طلع 5 فرسان بجولة نظيفة للشوط الثاني، والشوط الثاني بيكون ضد الزمن، بده يكون كمان بده يعمل الفارس جولة نظيفة ولكن بزمن أسرع من الباقي الفرسان لحتى يقدر ياخذ المركز الأول. طلعنا كانت الفارسة جودي أول فارسة بتفوت على الشوط الثاني، هي اللي عندها هي 0 خطأ من الشوط الأول. عملت نتيجة 12 خطأ وزمنها مقبول، ولكن 12 خطأ بعد صار الفارق كتير كبير. 12 خطأ نحن بالفروسية منقول يعني 3 خشبات، الخشبة هي 4 أخطاء. ففات الفارس شادي غريب، جواده ما نوع حصان سريع ولكن بيعمل جولات نظيفة. فات عمل شوت كتير حلو، عمل كلير راوند بزمن يعني فينا نقول ما له زمن سريع ولا له زمن بطيء، زمن طبيعي لشوط كأنه شوط عادي يعني. فتت أنا كنت حاطت خطة بدي أعمل أول الحواجز، إن 9 حواجز أنا بدي أعمل أول أربع حواجز بهدوء، بعدين فيني أسرع بالمرحلة الثانية اللي أنا حاطت الخطة عليها. الحمد لله مشيت الأمور مثل ما كنت أنا مخطط لها تمام. قدرت أعمل جولة نظيفة بزمن 53 ثانية وزمن الفارس شادي غريب كان 56 ثانية، يعني في فرق بيني وبينه 3 ثواني.
قدرت احتل في المركز الاول المؤقت لبين ما يفوت الكابتن احمد حمشو، ولسوء الحظ ما ثابت انه يعمل جوله نظيفه، طلع زمنه 50 ثانيه ولكن عنده اخطاء، فانا قدرت اني اربح المباراه. بالنسبه لي فوز بهالمباراه بيعني لي كثير، لانه فعلا نحن بنشتغل طول الوقت طول السنه لحتى نوصل لهالمباراة. بنطلع بنشارك برا بمباريات يمكن اعلى من هذا الارتفاع حاليا، لانه هي النجمه واحده، بنطلع بنشارك بنجمتين ونطلع بنشارك بثلاث نجوم برا، ارتفاعاتهم بتكونوا اعلى، ولكن ما بنشعر بهذا الضغط اللي موجود هون. يعني احنا عم ننط هون يمكن حواجز ارتفاع 140 سنتيمتر، الشعور او الضغط اللي بنحط علينا كانه عم ننط حواجز ببطوله عالم. الى روح الى خاصيه لحالها هي المباراه. عودت دوليا الى يمكن كمان نكهه خاصه، وعلى ارض الوطن كمان الفارس بيكون اكيد مشاعر أكيد مختلفه. يعني تماما، الواحد قد ما عمل انجازات برا قد ما عمل بضل الانجاز الداخلي له طعمه ثاني. ف يعني قد ما شرحت انا عن الشعور اللي نشعره بهي المباراه بيكون قليل. قلنا فخر فيها لهالمباراه كثير، لانه رجعت دوليه مثل ما نحن قلنا، فخر فيكم دائما ترفعوا راسنا على طول. شكرا لكم. شكرا محمد. يمكن مثل ما ذكرت مسؤوليه مهمه، ولكن خلينا شوي نحكي عن انه كمان حضرتك مدرب، كيف يمكن بتدرب الاطفال، كيف بتدرب الشباب، كيف يمكن بتنقل هذا شعور الفوز والانتصار لهدول الفرسان يلي عم يتدربوا جديد او دخلوا بمجال الفروسيه من جديد؟ وخلينا نحكي عن فريقك وسيستم التعامل للوصول ايضا او يمشوا على نهجك. نحن الفريق اللي مننتمي له هو فريق تسميته تيم سبيريت. الفريق أسسته الفارس منال الأسد عام 2009 تقريبا، ولكن بعد فترة تم إيقافه مؤقتا، رجعنا بعام 2014 عملنا هيكلية جديدة كاملة للفريق، وأضفنا فرسان له جداد. وصل عدد الفرسان فيه ل 15 فارس. عندنا الفارس شامل الأسد والفارس بشرى الأسد، الكابتن أحمد حمشو، الفارس عمر حمشو، الفارس آية حمشو، جودي نظام، جواد نظام، هادي نظام، مؤمن زنداقي، وسيم زنداقي، سعيد زنداقي، والفارس ميرا الخولي، ومن جديد عندنا الفارس غزل سليمان، وأنا مدرب الفريق. أنا بدرب الفرسان اللي أعمارهم صغيرة بالفريق، فارس شام، غزال، بشرة، جودي، البقايا هنن زملائي مثل الفارس عمر، مثل الفارس فراس جنيدي، مثل الفارس أحمد حمشو. نطلع منشارك مباريات خارجية ومنسافر سوا يعني بهدول المباريات. التدريب بالنسبة لي يعني ما تخيلت أني أنا أكون مدرب بوقت من الأوقات، ولكن يعني شغف بهالرياضة وحب الرياضة خلاني أني صير مدرب، والحمد لله كفريق نجحنا كتير، نتائجنا دائما. اعطائك بيكون أكثر لما بتحقق فوز ولما أكيد، لأنه بلا شك بكل مباراة الفارس بيركبها بيكتسب شيء، بيكتسب معلومة جديدة، ولو يعني يمكن ما يعرف يعبر عنها فورا، ولكن في شيء بينضاف له. فأنا بدوري مهمتي أني ينقله للجيل اللي عم يطلع، للفرسان الجداد اللي عم يطلع، وفرسان هنن يعني تم انتقاؤهم على موهبتهم. الفارسة منال الأسد يعني انتقت الفرسان على الموهبة تبعهم. هو فريقنا يعنى بالمواهب فقط، يعني ما في عنا فارس إلا هو عنده موهبة، نحن بيجي على فريقنا لنسقل الموهبة ليطلع كل شيء جواته بأحسن صورة، ومنعتني كتير بالرياضة النظيفة. يعني نحن مثل أي رياضة فيها جانب جيد وفيها جانب سيء، منعلم فرساننا دائما الجانب الجيد اللي هو العناية بالحصان، المنافسة الشريفة بيننا وبين الفرسان. بالنسبة لنا هدول الأولويات، وما تبقى هنن اوريدي عندهم الموهبة، فبيبقى كل شيء أسهل عليهم من باقي الفرسان. خيولهم كتير منيحة، الفاسيليتيز اللي بيتدربوا فيها كتير منيحة، برنامج تدريبهم واضح وصريح،
بيعرفوا تماما لوين رايحين ولوين راح يوصلوا. الفارس هيك بيعرف شو تماما يعني بده يكون كل شيء في خطه، في خطه كامله، ما في شيء بينجح اذا كان عشوائي. يعني اكيد انه عم يمشوا على خطه محدده. طبعا الفارس منال الاسد يعني حاطه خطه مستقبليه لهم كثير كبيره وعم نمشي عليها الحمد لله، ونتائجهم منيحه، هن مرتاحين. دائما رياضتنا فيها يعني ups and downs، يعني في دائما بيكون الفارس وصل لمرحله كثير منيحه بيرجع بينزل شوي بيرجع بيطلع. بكل الرياضات يعني تماما دائما كل واحد عنده، لانه كمان فيها ضغط نفسي كثير كبير. هذا اللي بدي احكي لك عنه، رغم كل ظروف الازمه بطوله الفروسيه ما توقفت. خلينا نحكي عن الضغوطات والتحديات اللي استمريتي فيها، قديش واجهتوا صعوبات، قديش فعلا كان في عليكم ضغط، يعني 6 سنوات من الازمه او اكثر من 6 سنوات يمكن وانتم مستمرين عم تتحدوا جميع الظروف وعم تمثلوا بلدكم سوريا بالخارج، قديش فعلا مهم. هلا بالاكيد الازمه اثرت بشكل كثير سلبي على رياضتنا وعلى بلدنا، مشاركات ببطولات اخرى كمان اكيد بسبب احنا ببدايه الازمه عملوا علينا حظر. صحيح، صرنا ما بنقدر نطلع خيولنا برات سوريا. احنا بس يكون عندنا التور العربي او بنشارك مباريات بالوطن العربي بناخذ خيولنا والفارس ما في بلا جواده يعني طبعا بقى اضطرينا احنا ببدايه الازمه بعتنا قسم من الخيول الموجوده عندنا لدولة الإمارات، حطينا خيولنا هناك ولكن قسم مو كل خيولنا يعني، فلحتى نقدر نضل نشارك بمباريات دولية هناك. ومع هذا كمان عم نواجه كتير صعوبات بالفيزا وبالروح على هناك، لأنه بتعرفوا الوضع يعني كيف 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 الأمور علينا صايرة بين كل الدول العالم. صار تأخير الفيزا أصلا يعني في مشاركة بتحاول. ما بيعنوا ما بتوقع بيعنوا بهالقصة يعني، بس ولكن نحن كسوريين علينا يعني تدقيق شديد يعني. مع ذلك عم تمثلونا يعني بجميع البلدان وعم ترفعوا راسنا. نحن عم نحاول دائما، لأنه بالنهاية يمكن أنا ما حملت بارودة ودافعت عن بلدي وقاتلت مع جيشنا العظيم، ولكن أنا عم مثل بلدي بالرياضة، عم بطلع حاول ارفع علم بلدي وين بقدر شارك مثل بلدي باجمل صوره. بالنسبه لي انا عم حاول اني اقدم شيء بسيط كثير لمقابل تضحيات جيشنا العظيم بسوريا. نعم الله يحميه يا رب. محمد عندكم يمكن بواحد اب مشاركه وايضا بالشهر العاشر وباشهر مقبله، خلينا نحكي عن مشاركاتك القادمه. نحن هلا حاليا المباراه اللي بدنا عم نحضر لها هي بطوله الجيش. كمان مباراة مهمة بمستوى دورة الوفاء، بتكون بعيد الجيش. رح منحضر من هلا، نبلش نحضر كمان يعني هي كم يوم وبدنا نبلش. تماما ارتحنا كم يوم وهلا رح منبلش. وبرنامجنا كمباريات خارجية ان شاء الله بشهر 10 بالمغرب، بعدين عنا الدوري ببلش الدوري العربي بالامارات بشهر 12 و1 و2. طيب محمد بالختام كلمة بس حب توجهها لجميع مشاهدينا، لجميع الفرسان السوريين اللي عم يتابعونا. أنا بشكر كل من بارك لي بهالفوز وفرح لي بهالفوز، وهذا بصراحة ما له مجهود شخصي فقط. الفروسية تعتمد على فريق كامل. أنا بنتمي لفريق كتير مهم، كتير كبير، كتير عم يتعب على حاله. القيمين عليه عم يتابعونا بأدق تفاصيل، عم بيساعدونا دائما، عم يوجهونا صح. فأنا بهدي هذا الفوز لفريقي وعلى رأسه الفارسة منال الأسد يلي هي وصلتنا لهالمستوى الراقي بالرياضة. وأكيد بالنهاية كل شيء نحن عم نساويه وكل شيء نحن وصلنا له، و يعني لدرجة يعني نحن عملنا هالمباراة وقدرنا نستمر بفروسيتنا بفضل تضحيات جيشنا يلي هو سبب يعني استمرار حياتنا واستمرار رياضتنا. فلهم دين كتير كبير على رقبتنا، ونحن دائما حنحاول نمثل بلدنا وين ما رحنا وين ما اجينا، نمثل بلدنا بأحلى صورة.
بهي الكلمات الرائعة نحن بدنا نقول لك نحن كثير فخورين فيك وبفريقك وبكل الفرسان السوريين. شكرا كثير لكم، شكرا لتعبكم، شكرا لكل شخص كان وراء الكواليس وقدم لهي البطولة وعم يقدم للبلد. الفارس محمد جوبراني نحن كثير بدنا نتشكرك وناطرين فوزكم المقبل والفوز الدائم السوري الدائم. خلينا نقول شكرا كثير لحضرتك، شرفتنا. شكرا شكرا بطل كأس الوفاء للباس اللي عام 2017، شكرا لوجودك معنا ومبروك مرة تانية، وتحيتنا لكل الفرسان السوريين اللي عم يرفعوا راسنا بكل البلاد العربية. شكرا كثير لك. شكرا.